لم تظلم. تقولش لا ما اعطانيش ذكاء هذا ويحاسبني، من قالك حيحاسبك زي ما يحاسبه؟ لا 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 لا، وضعني في ظروف جرتني الى المعصيه والاجرام حتى القتل والفاحشه، برضه ما تخافش محطوطه في الميزان وانا اضع الموازين القسط. ولذلك حساب العالم يوم القيامه مش كحساب الجاهل. واحد ما كان بيعرف، واحد بيعرف مليح على صحيح تماما كما قال ايه الاول، وظلم ذوي القربى اشد مضاضه. ها ليش؟ لانه ذوي القربى قريبي يعرفني ويعرف ايادي البيضاء عليه ويعرف كل ما يتعلق بي ويظلمني. لم يظلمني البعيد يتجهمني، ممكن لا يعرفني يظنني مفسدا مخربا ظالما مدسوسا زنديقا، ولا مش صحيح؟ فهو يبتغي بظلمه اياي مصلحه الدين والوطن، ممكن عنده عذر، بس انت قريبي اخوي كيف تظلمني؟ صعب كثير. نفس الشيء من علم ليس كمن علم، ولذلك ليس كمن لم يعلم، عفوا، لذلك يبدأ يوم القيامة بحساب العلماء. تخيل أول ما تؤجج جهنم بالعلماء، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا يسعد به غيرنا ونشقى به نحن، مصيبة أقسم بالله. العلماء، علماء الدين بالذات، ويقال لهم ليس من علم كمن لم يعلم. كنتم بتعرفوا لما الأم يعمل المعصية، لما الأم يشهد بالباطل، لما الأم لم أمي هنأخذه على قدر معرفته الأمية، بس أنت عالم تأمر الناس بالإيه؟ بالمعروف ولا تأتي، وتنهاهم عن المنكر وتأتي، في حديث أسامة بن زيد معروف الحديث المخيف في الصحيح.